دخول المادة، وده قرار رئيس، قرار عميد كلية. طيب ركز بقى كده معايا، ان شاء الله هنبدأ النهاردة في المحاضرات الجد بتاعتنا. بس خد بالك من حاجة، جميع المحاضرات بتاعتنا الامتحان بيجي منها، يعني المحاضرة الأولى هيجي منها أكيد سؤال أو اتنين في الامتحان. خد بالك الامتحان بتاعنا جزء منه نظري، جزء منه هيبقى مسائل، وجزء منه حاجات برضو جاية من السكاشن. تمام؟ طيب الناس اللي ما كانوش حاضرين المرة اللي فاتت معانا، احنا المادة بتاعتنا اسمها Advanced Mechanical Systems، دي بتقارن أو بتعادل أكتر من مادة، في مادة اسمها Advanced Robotics برضو شبهها بالظبط، Advanced Mechanical System هي شبه Advanced Robotics بالظبط، دي برضو Mechanical System Advanced هي زيها. تمام؟ جزء منها بيتكلم عن الميكانيكال، ميكانيكال سيستم بتاعنا، جزء منها بيتكلم عن السنسورز، بيتكلم عن الاكتويترز، بيتكلم عن الكنترول. فانت بتاخد ميكانيكال سيستم كامل، بتاخد ميكاترونيك سيستم كامل، بتاخد روبوتك سيستم كامل، كلها مسميات في بعض الاختلافات بس البسيطه، ولكن انت بتدرس الميكانيكال سيستم بصفه عامه. طبعا تركيزنا في ميكانيكا قوه، في اللائحه بتاعتنا هيبقى على مين؟ هيبقى على الميكانيكا اكتر. خد بالك انت لما تتخرج وتشتغل في اي مصنع، عشان كده احنا حطينا الماده دي في اللائحه الجديده، لو اشتغلت في اي مصنع مفيش حد اسمه مهندس ميكانيكا بس، انت هتبقى مجبر تشتغل ايه؟ تشتغل كل حاجه، تشتغل حاجات الكترونيه، حاجات كهربيه، تشتغل كميكاترونيك ايه؟ ميكاترونيك انجينير. فلازم طبعا تبقى عارف كل حاجه بتتكلم عن الميكانيكال سيستم. طيب احنا المره اللي فاتت طبعا لو انتم ملاحظين في المحاضرات انا بقف على كل كلمه، بقف على كل صوره، كل صوره بتديك معلومه، كل كلمه لها اكتر من معنى ولازم نوضحه. كلمه ادفانسد احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عنها، هل ادفانسد يا شباب معناها متطور ولا معناها معقد؟ ادفانس ده معناها متطور. متطور يعني ايه؟ يعني اول ما بدا الميكانيكال سيستم كان ميكانيكال سيستم بيور، صح كده؟ ما كانش في اي حاجه تانية معاه. بعد كده في العشرينات والثلاثينات بدا الحاجات ايه؟ حاجات الكهرباء تدخل. بعد كده في الاربعينات والخمسينات بعد ما صنعوا ترانزستور والحاجات الالكترونكس بدا بقى مين؟ يظهر الكترونيك كومبوننت. وبعد كده في السبعينات بدا يدخل بقى ايه؟ الانتليجنت كمبيوتر سيستم او الاي اي، وبدا يبقى عندنا ميكاترونيك سيستم كامل. يبقى ادفانسد معناها عندنا ايه يا شباب؟ معناها متطور او حاجات مفروض ميكاترونيك سيستم كامل. طيب المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن انواع كتيره جدا من انواع الادفانسد ميكانيكال سيستم، ودخلنا جوه الميكاترونيك سيستم، ودخلنا جوه الروبوتكس وانواعها، خدنا انواع الروبوتات بالتفصيل. طبعا الكورس بتاعنا هيبقى حوالي 6 محاضرات بتتكلم عن الاساسيات. انا لازم ابني على اساس قوي جدا. ايه الاساس بتاعنا؟ هناخد النهارده والمحاضره الجايه حاجه اسمها الماثيماتيكال موديلنج. ازاي لو عندي فكره ازاي ارسمها على مثلا برنامج كاد واعمل لها حاجه اسمها موديلنج، واعمل لها فاينايت اليمنت اناليسز. الموديلنج ده بقى وظيفته ايه؟ بيورينا حاجات كتيره جدا. هنتعلم في المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله هنتعلم نجيب حاجه اسمها الايكويشن اوف موشن. الايكويشن اوف موشن ده عباره عن ايه؟ من اسمها معادله الحركه. يبقى انا بعرف اشوف الجسم ده بيتحرك ازاي، بشوف الديسبليسمنت اللي هيتحرك، البوزيشن بتاعه، بشوف السرعه بتاعته والعجله بتاعته. ليه؟ عشان اقدر اعمل كنترول عليه. يعني خد بالك كل محاضره بيكون فيها غرض في الاخر، بيكون عندي تارجت في الاخر، ودي مشكلتنا في هندسه، ساعات بنتعلم حاجات واحنا مش عارفين فايدتها ايه. لا، في الكورس بتاعنا كل حاجه لها فايده. يعني النهارده هنتعلم حاجتين مهمين، اول حاجه ازاي احدد عدد الاكتويتر في اي ميكانيكال سيستم، وهتتفاجئ ان دي حاجه خدتها قبل كده بس مش عارف ان هي بتحدد عدد المواتير منها. ده اول حاجه هناخدها النهارده، ده اول تارجت معانا. ايه التارجت الثانيه يا شباب؟ ان انا اعمل حاجه اسمها الايكويشن اوف موشن. ليه يا باشمهندس او ليه يا دكتور؟ عشان ايه؟ عشان اجيب منها حاجه اسمها الترانسفير فانكشن اللي اقدر اعمل بيها الكنترول بتاع مين؟ بتاع الروبوت بتاعي. تمام؟ حاجه اسمها اس دومين خدتوها، او لابلاس ترانسفورم. دي المفروض ايه؟ دي اسمها ترانسفير فانكشن، مش هتكلم في لابلاس خالص. تمام؟ انا بس هاخد مين؟ هجيب الايكويشن اوف موشن. يبقى كده خلصت مهمتي كماثيماتيكال موديل. طب بعد كده هناخد ايه بقى؟ لا بعد كده هاخد ازاي احط سنسورز على الميكانيكال سيستم. طب السنسورز يا دكتور هتديها لنا كسنسور؟ ففي مواد كتير عندنا بندرسها في ميكاترونيك ديبارتمنت، هنا بندرس ماده اسمها سنسورز، اصلا كلها سنسورات بندرسها في الجامعه الفرنسيه اسمها سنسورز برضو. لا، احنا الماده بتاعتنا او الكورس بتاعنا هناخد السنسورز بطريقه عمليه، يعني من الاخر كده السنسورز المشهوره عشان تعرف تختارها ازاي وكل نوع استخدامه ووظيفته ايه. ده المهم عندي، مش هشرح المعادلات اللي بيشتغل بها السنسور خالص. السنسور ده اسمه كذا، يعني ايه الالتراسونيك سنسور؟ استعمله في ايه؟ يعني ايه الرين سنسور؟ يعني ايه البروكسيميتي سنسور؟ يعني ايه اللايدر سنسور؟ دي المحاضرات اللي بعد كده. طب بعد كده عاوز بقى اشوف الميكانيكال سيستم يشتغل ازاي؟ يبقى عندنا محاضرتين او ثلاثه في المواتير بس. عيب قوي لما يكون مهندس ميكانيكا متخرج او مهندس شعبه ميكانيكا كامله، انتاج او باور او ميكاترونكس، ومش عارف انواع المواتير، عيب قوي. مش عارف ازاي في مشروع التخرج بتاعه يختار ستيبر ولا سيرفو ولا دي سي موتور. مش عارف مميزات كل نوع ايه وعيوب كل نوع ايه. ما بيجي يختار الموتور بتاعه
بيختار موتور ب 10,000 جنيه مع انه يحتاج موتور بس ب 500 جنيه وده حصلت كتير. تمام؟ يختار موتور غلط فيتحرق منه ليله المشروع، لازم ليله المناقشه يتحرق منه الموتور. تمام؟ ليه يا شباب؟ عشان انا مش عارف انا بختار الموتور ازاي. في اكتر من طريقه، طريقه ميكانيكال ودي برضو درسناها وهتتفاجئ بيها، بس انا ما كنتش عارف ان انا بتعمل لي او بتحسب لي الباور بتاع الموتور. وطريقه ثانيه كهربيه، لو انا بقى بشتري موتور من محل اقرا الداتا شيت بتاعته ازاي. كلها الكورس بتاعنا كورس عملي، ازاي تبقى انت مهندس صح تعمل مشروع فعلا. طب بعد ما خلصنا المواتير نعمل ايه بعد كده؟ ناخد بقى عن الكنترول شويه. وطبعا الكنترول ده هيقوي مين؟ السكاشن بتاعتنا. معاكم في السكاشن مهندس احمد هيشتغل معاكم نظري، وبرده عندنا شغل هاردوير في السكاشن. عاوزك تتعلم الدواير، تشوف الدايره، مش دواير بماده الدواير مقرر دواير، لا ده ايه؟ انك تجيب الاردوين او الراسبري باي وتشوف الكومبوننت اللي محتاجها، تشوف الشيلد اللي محتاجه على البروسيسنج يونت بتاعتك، شوف الاكواد اللي ممكن تستعملها، لغات البرمجه وتعرفها. كلها حاجات هنتعلمها فين؟ في السكاشن بالمحاضرات. طب بعد ما خلصت الكلام ده كله، ده الاساس بتاعي بقى، هبدا بقى في النص الثاني من المنهج بتاعنا. ايه النص الثاني بقى؟ همسك بقى كل روبوتك سيستم اديله محاضره، همسك السيريال مره اديله محاضره بالكامل. ليه حضرتك؟ عشان سعادتك لما بتطلع تتخرج معظم شغلك في مصانع في مصر، المصانع دي معظمها مصانع تجميع كلها فيها ارم روبوت دلوقتي. عيب اول لما اكون في خط انتاج ومش عارف الارم روبوت بيشتغل ازاي، مش عارف مشاكله ايه، مش عارف مميزاته، مش عارف عيوبه، هتعامل معاه ازاي. يبقى محاضره عن السيريال روبوت، محاضره كامله عن البارل روبوت، عن الديزاين بتاعه، السبيسيفيكيشن بتاعته، حاجه اسمها الورك سبيس. يا سلام بقى لو انت في مصنع ومدير المصنع كده ايه بيتفخر بيك، قال لك يا باشمهندس احنا ربنا فتحها علينا كده وعاوزين نجيب ارم روبوت. باشمهندس افتح لنا موقع اي بي بي، شركه كبيره جدا في الروبوتات، لها وكيل في مصر، اختار لنا يا باشمهندس الروبوت اللي ينفع معانا. هتعمل ايه وقتها؟ المفروض لما تيجي تختار بتختار على اكتر من حاجه، حاجه اسمها الريتش، حاجه اسمها البيلود، حاجه اسمها الورك سبيس، لازم تكون عارف الكلام ده، ده هنتعلمه مع بعض. تمام؟ هناخد محاضره عن الفلاينج روبوت. كتير منكم شغالين ومهووسين بالطيران، صح كده؟ الفلاينج روبوت انواعه ايه؟ عندنا انواع كتيره جدا. طب ادرسه ازاي؟ انت بتاخد في الـ في الـ في, الـ في القسم عندك حاجات عن الايروديناميك، بس احنا هنطبقها فعليا بقى. هناخد يعني ايه نحسب الدراج والثراست فورس والحاجات دي كلها، ده فلاينج روبوت. هناخد محاضره عن الليجد روبوت، الروبوتات اللي هي برجلين، الروبوتات اللي شبه الحيوانات واللي شبه الانسان. يبقى المنهج بتاعنا مقسم بالطريقه دي، اول نص في المنهج وعباره عن ايه؟ اساسيات مهمه جدا ليك. النص الثاني عباره عن تطبيقات على انواع الروبوتات. تمام؟ طيب نبدا النهارده يا شباب في محاضره فعليه بقى. طبعا المحاضره اللي فاتت هيجي منها الامتحان عادي، عباره عن انترودكشن، تعريفات بتاعتنا، انواع الروبوتات والاشكال بتاعتها، ويعني ايه ميكاترونيك سيستم. طيب نيجي بقى نشوف تاني محاضره معانا بتتكلم عن الميكانيكال سيستم موديلنج. المحاضره اللي فاتت قلنا عندنا الكي اليمنت اوف اني ميكاترونيك سيستم، مفروض العناصر بتاعت اي ميكاترونيك سيستم او ادفانسد ميكانيكال سيستم عباره عن شويه حاجات كده. اول حاجه الماثيماتيكال موديل، بسميها عندنا باللغه الميكانيكيه بنسميها الجثه. يعني انت تخيل كده عندك روبوت، تمام كده؟ الروبوت ده عملت الميكانيكال ديزاين بتاعه، خلاص بقى عباره عن هيكل كده، هيكل ميت ما بيتحركش. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ تركب عليه سنسور، صح كده؟ يبقى اول خطوه عندنا الماثيماتيكال موديلنج. وخد بالك اصعب خطوه عندك هي خطوه مين؟ خطوه الميكانيكال ديزاين. الحاجات دي كلها الثانيه دي سهله، بتختارها وتركبها. تمام؟ طيب السنسور ده عباره عن ايه؟ عباره عن حواس الروبوت. طب الاكتويتر عباره عن ايه او الموتور عباره عن ايه؟ ده الدرايفنج سيستم بتاع مين؟ بتاع الروبوت بتاعي. يبقى اول حاجه الميكانيكال موديل بتاعي، رقم 2 السنسور، رقم 3 الاكتويتر، رقم 4 حاجه اسمها الكمبيوتر كنترول، وبعد كده عندي ها البروجرامنج بقى او الكودنج اللي انت بتبرمج عليه الروبوت او الميكانيكال سيستم بتاعك. فالنهارده هندخل بقى في التفصيل في الماثيماتيكال موديلنج ونشوف عباره عن ايه. طبعا اللي قدامنا ده شركه اسمها بوستون داينامكس، دي شركه متخصصه في حاجه اسمها الليجد روبوت او البايبد روبوت. اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، قلنا عندنا الليجد روبوت، في حاجه اسمها بايبد روبوت، جاي من كلمه باي. باي يعني كام؟ اتنين، يعني روبوت باتنين رجلين بس. تمام؟ في عندنا حاجه اسمها الكواد روبد روبوت. ايه الكواد ده يا شباب؟ اربعه، ده الروبوت اللي شبه الحيوانات، وخدنا مثال وخدنا فيديو المره اللي فاتت عن حاجه اسمها البيج دوج روبوت. البوستون داينامكس دي شركه كبيره جدا متخصصه في الروبوت ده، الروبوت ده اسمه اطلس. تمام؟ ده روبوت بيتحرك وطبعا حاجه ادفانسد جدا جدا، كانه شبه الانسان بالظبط. طيب تعال نشوف بقى الماثيماتيكال موديلنج بتاعنا بيتم ازاي. المفروض حضرتك خدت في الترم اللي فات حاجة اسمها نظرية ميكانيات، صح كده؟ المفروض نظرية الميكانيات، خد بالك اللائحة دي مترتبة بطريقة تدريجية ليك، بالذات المواد اللي جاية من قسم إنتاج. أول حاجة نظرية ميكانيات دي بتعمل إيه؟ أنت بعد ما خدت سترينث أوف ماتيريال سنة أولى، صح؟ مادة لطيفة صح؟ سترينث أوف ماتيريال، المفروض خدت الأساس بتاعك إنك تختار الماتيريال إزاي؟ تعرف إزاي السترينث بتاع المادة؟ لو أنت عندك تصميم تعرف المقاومة ولا لأ؟
ده بيمهد لك لمين؟ للديزاين اللي انت خدته الترم اللي فات. تمام كده؟ يبقى انت عرفت تصمم الحاجه بناء على اختيار الماتيريال واختيار الاستريسز اللي موجوده عندك. طب نظريه الماكينات بقى، انت حضرتك صممت خلاص الاجسام بقى نوعين او الحاجات نوعين، لا اما ستاتيك لا اما دايناميك، صح كده؟ طب لو حاجه بتتحرك بقى، يبقى انا نظريه الماكينات اخدها اشوف الحاجه بتتحرك ازاي، اشوف السرعات، اشوف العجلات، اشوف درجات الحريه. حد يقدر يقول يا جماعه ايه درجات حريه؟ يعني بلف في الاكس والواي والزد. تمام، هو تعريف مش صح قوي اللي انت قلته. ها لو ايه؟ لو وقفت حركه معينه يقف كله. تمام، ده برضو تعريف مش صح. تعريف ده نصه صح. زميلك بيقول عدد المواتير، فعلا كلامه صح. ده احنا جزء من المحاضره النهارده هعيد تاني الديجري اوف فريدم بس بالمنظور بتاعنا عشان اختار عدد المواتير. بس في حاجه عاوز اقولها لك، درجات الحريه لما نيجي نعرفها بنسميها بنقول ايه؟ بنقول ذا نمبر اوف اندبندنتلي موشن، يعني الحركات اللي مش مرتبطه ببعض. يعني ايه؟ على سبيل المثال جسم بيتحرك في اتجاه اكس، ده له كام درجه حريه؟ واحده. طب بيتحرك كمان في اتجاه واي، درجتين. بس لو اكس وواي ما لهمش علاقه ببعض يبقى فعلا درجتين حريه. طب لو اكس وواي مرتبطين ببعض يبقى درجه حريه واحده. فهمتها ازاي؟ طب افرض لو بتحرك في اكس وواي، لو انت استعملت موتور واحد كده هتتحرك في اتجاه واحد حركه مظبوطه والثانيه هتبقى عشوائيه مش مظبوطه، صح؟ فاقول لك انا مديه كمان عدد المواتير بتاعي. طب ينفع اخلي السيستم بتاعي يبقى اذكى ويتحرك كله باكتويتر واحد؟ بتحصل، بس طبعا بتبقى انت ايه؟ بتبقى حاجه جايه على البرفورمانس بتاع السيستم بتاعك. تمام، التحكم بتاعك بيكون ايه؟ بيكون مش قوي على كل ايه؟ كل العناصر بتاعتك. فمفروض درجات الحريه هي النمبر اوف اندبندنتلي موشن بتاعه الجسم بتاعك. طب الاندبندنتلي موشن عباره عن ايه يا شباب؟ بيتحرك في محاور مختلفه ما لهاش علاقه ببعض. طب اقول لك مثال، مسمار القلاووز، صح كده؟ مش هو بيلف يا شباب؟ لما بيلف اللي بيحصل له؟ بيتحرك لقدام، صح كده؟ دي له كام درجه حريه؟ درجه حريه واحده بس. ليه؟ مش اللفه دي الحركه الخطيه معتمد عليها يا شباب؟ تبقى دي درجه حريه واحده. افهم الكلام ده كويس جدا عشان وانت بتصمم بعد كده، وانت بتصمم اي ماشين تبقى انت عارف هتستعمل كام موتور ليك. تمام؟ طيب لو انت عندك حاجه سلندريكال جوينت، يعني ايه سلندريكال جوينت؟ يعني بتلف في اسطوانه كده، تحرك حركه خطيه وبتلف، دي لها كام درجه حريه؟ 2. ليه؟ عشان لو بتلف كده ممكن تلف تفضل في مكانها عادي، يبقى انا لازم ايه كمان؟ ازقها عشان تتحرك في الاتجاه التاني، يبقى دي درجتين حريه. يبقى درجات الحريه عندنا هي اللي بتتحكم في الماشين بتاعتي، وبعرف الماشين بتاعتي محتاجه كام موتور. يبقى انت لازم تعمل اناليسز للميكانيزم بتاعك وتشوف هو محتاج كام موتور عندك. طبعا اشكال الماكينات كتيره جدا، في ماكينات بتكون فيها اجزاء متعدده، لازم احسب كل سرعه والريلاتيف موشن ما بين كل بارت والتاني. عشان كده كنا في الكورس بتاع نظريه ماكينات بناخد شابتر اسمه الفورس اناليسيس. خدتوه؟ عباره عن ايه؟ بقسم كل حته لوحدها وبشوف القوه ايه المعتمد عليها، وبحسب بعد كده الباور. دي مفيده جدا عندنا في اختيار الباور بتاع الموتور بتاعي، هنشوفها ان شاء الله معايا. فاي ميكانيكال سيستم عندك انت بتعمل ايه؟ بتختار ايه يا شباب؟ الاكتويتر، او بتختار السيستم او الكومبوننت بتاعتي مبنيه على مين؟ مبنيه على درجات الحريه بتاعه السيستم بتاعي. طيب يبقى عند الميكانيكال سيستم ديزاين طبعا الانفورميشن سيستم ده جواه مين؟ جواه الموديلنج والسيموليشن. المحاضره اللي فاتت خدنا الفرق ما بين السيموليشن والانيميشن، صح كده؟ الانيميشن ده معناه ايه؟ انا بعيد عشان الناس اللي غايبه، الانيميشن معناه ايه؟ حاجتين بيتحركوا بالنسبه لبعض. على فكره ده سؤال انترفيو زي ما قلت المره اللي فاتت. انيميشن ده حاجتين بيتحركوا بالنسبه لبعض. جيت مثلا على برنامج زي البرو سوليد او السوليد مثلا ورسمت جزئين ربطتهم مثلا بريفليو جوينت وجيت تحركهم بالماوس بيتحركوا عادي، صح؟ ده اسمه انيميشن. طب عاوز سيميليشن بقى، لا يقول لك لا حط لي بقى ماتيريال واقول له الوزن كام واقول له القوه كام واقول له السرعه كام، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه سيميليشن. يبقى انا بحط كل الكونديشنز اللي موجوده على مين؟ على السيستم بتاعي. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها اوبتمايزيشن بعد الكنترول. طبعا الكنترول ده انواع كتيره جدا، في كلاسيك وفي ادفانسد وفي اوتوماتيك وفي ديجيتال، انواع كتير قوي. طب الاوبتمايزيشن بقى، اللفظ ده مهم قوي، حتى في كورس بندرسه عندنا في قسم انتاج اسمه اوبتيمم ديزاين، يعني تصميم امثل. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يصمم حاجه بتعمل له الحاجه اللي هو عاوزها، بتعمل له الفانكشن بتاعته، بس الكفاءه بتاعتها مش احسن حاجه. يعني كده التصميم ده مكلف قوي، انا ممكن ايه؟ اقلل في السعر بتاعه، اقلل في التكلفه بتاعته، فده اسمه اوبتيمم ديزاين. برضه له قواعد وله معدات بتحل الكلام ده. طيب الميكانيكال سيستم بقى ده الموضوع بتاعنا النهارده، بس خد بالك هندرس الميكانيكال سيستم في الكورس بتاعنا ملوش علاقه بالديزاين، خلاص خدت الديزاين خلاص. لو احنا احتاجناه ممكن نرجع له تاني، بس احنا مش هنحتاج الديزاين خالص دلوقتي.
انا بدرس الميكانيكال سيستم اللي انا بقسمه ككومبوننت وبعد كده اعمل له ايه الايكويشن اوف موشن. طيب عشان ما نتكلمش كتير في الحوار ده ندخل بقى في مين، ندخل في الميكانيكال سيستم وازاي اجيب درجات الحريه بتاعتي. طبعا الكلام ده يعتبر معاد من الكورس بتاع نظريه ميكانيات، ولكن معانا هنا هندرسه بطريقه ايه فيها اختلاف شويه، ان المساله ممكن صورتها تبقى مختلفه، مش هيجي لك شكل هيكلي. فاكرين السكيلتون دايجرام خدتوه الترم اللي فات؟ لا، ممكن يجي لك هنا 3 دي وانت تحوله لسكيلتون وبعد كده ايه تطبق عليه، بس هجيبه لك بطريقه ايه مختلفه شويه. يعني على سبيل المثال ايه، اول حاجه انا عاوز ادرس انواع اللينكات عشان امهد للكلام، ما انا لازم ابني على اساس، سواء حضرتك كنت فاكره او مش فاكره لازم اراجعه تاني سريعا، اعتبره حاجه سهله بالنسبه لك. اول حاجه انا عندي انواع اللينكات، ريجيد لينك، فليكسيبل لينك، او فلويد لينك. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الريجيد لينك ده كنا ساعات بنشوفه فين؟ في مسائل الاسترينس في ماتيريال، يقول لك ده ريجيد، يعلمك يقول لك ده ريجيد. ريجيد معناه ايه؟ ما بيتغيرش، ما بيتحركش. يعني لو عندي اكتر من بارت في السيستم ده، لو انا اثرت على الكوم ما يتناش، ما يحصلوش اي حاجه، ده ريجيد، جسم ثابت، بيسموه جسم جاسئ. تمام كده؟ الريجيد ده شبكته طوله ما بيتغيرش. هو ينفع في ميكانيكال سيستم حاجه طولها هتتغير؟ ما ينفعش لو ميكانيكال كومبوننت عاديه. مثلا عندي زي البيستون ده والكونكتنج رود، هل ينفع الكونكتنج رود ده شبكته طوله يتغير؟ ما ينفعش. طب بقى في عندنا حاجه اسمها الفليكسيبل لينك، ده زي مين يا شباب؟ زي السيور. فاكرين السيور خدناه في الديزاين؟ مش خدتوا ديزاين في سيور يا شباب في الشفط؟ يبقى انا عندك هنا سيور الاحبال، الحاجات دي كلها ده عباره عن حاجات ممكن طولها يتغير. طيب في كمان عندنا الفلويد لينك. ايه الفلويد لينك ده؟ الحاجات اللي فيها هيدروليك، تلاقي المعدات المحدوده كلها عباره عن ايه، فيها حاجات سيستم هيدروليك او سيستم نيوماتيك، فده بنعتبره ايه؟ بنعتبره لينك. الماشين اللي قدامنا او الميكانيزم اللي قدامنا ده، لو انت واخد بالك في عندي هنا دراعين زي اتنين كرانك كده بيحركوا الجسم ده، تمام؟ لو انت ملاحظ البلوك ده تحس ان هو بيستك كده وهو ماشي، مش مظبوط. تعرف ليه مش مظبوط؟ عشان الميكانيزم ده له درجتين حريه، وانا مستعمل كم موتور يا شباب؟ موتور واحد بس. فهمت ازاي الفرق ما بين الاثنين؟ يبقى انت الحركه مش هتاخدها بطريقه سلسه، مش هيبقى عندك فول كنترول ده على مين؟ على الحركه بتاعتك، تمام؟ طبعا في حاجه احنا بقى لازم ندرسها، خد بالك الاستراكشر اللي قدامك ده، ده استراكشر فيه معدن اهو، تمام؟ هل ده نعتبره ميكانيزم بيتحرك حتى لو كوبري بيتفتح لمراكب؟ قال لك لا. يبقى احنا عندنا فرق ما بين ماشين واستراكشر، خدناه الترم اللي فات صح؟ يبقى احنا عندنا فرق ما بين الاثنين. الاستراكشر ده يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن جسم ملوش درجات حريه، جسم ثابت. استنى يا دكتور، ده المركب ده بيتفتح كده ويعدي مراكب. قال لك لا، في كمان توصيف يعني ادق اكتر للماشين. قال لك الماشين دي بيكون فيها انبوت وبيكون فيها ايه يا شباب؟ لازم يكون فيها يوسف الاوتبوت. يعني انت لو رحت لاي مثلا مكتب شيك كده تلاقي عنده، عارف الاربع كرات اللي بيقعدوا يخبطوا بعض دول؟ هل دي ماشين يا شباب؟ مش ماشين خالص. ليه؟ ما عنديش اصلا يوسف الورك، ما بستفدش بقى بحاجه، ده مجرد ايه؟ حاجه فور انترتينمنت كده، حاجه بس ايه مجرد كشكليا بتتحرك. يبقى الاستراكشر ده اعرف افرق ما بين الاثنين واتعامل معاه ازاي. طبعا عندنا ميكانيزمات واشكال كتيره جدا، ولازم تفرق ما بين الميكانيزم اللي محتاج موتورين او ثلاثه او اربعه، بس برضو لازم تاخد بالك من البادجت بتاعتك، وهل انت محتاج الدقه دي ولا لا؟ يعني في بعض الابلكيشنز مش محتاجه دقه عاليه، محتاجه بس حاجه تتحرك. يعني مثلا واحد مثلا عنده قصاره زلط، عارفين الزلط الكبير بتاع الزلط بتاع البنا ده؟ بيجي حجاره كبيره جدا، فانت محتاج تكسرها. هل بقى الراجل اللي هيعمل هامر، تخيل كده، هيعمل الهامر شكل الميكانيزم ده، ده اللي احنا سميناه ايه في الترم الاول يا شباب؟ كرانك سلايدر ميكانيزم، صح كده؟ ده مفروض 1 ديجري اوف فريدم. طيب الموتور بتاعي بيحرك مفروض الكرانك ده وبيزق ايه؟ بيزق الحاجه دي. لو انت قلبته راسي يبقى البستون بتاع العربيه، صح كده؟ بس هو افق كده، ممكن نعتبره كانه هامر بيروح يكسر حاجه ويرجع، صح؟ هذا ميكانيزم اهو. طب الراجل اللي بيكسر ده محتاج كنترول كبير على الميكانيزم ده يا شباب؟ مجرد حركه بس ايه؟ رايح جاي بيكسر وخلاص. تمام كده؟ يبقى انا في حاجات على حسب الابلكيشن بتاعي، وده بقى الذكاء بتاعك انت. المفروض الديزاين او الميكانيكال ديزاين في حوالي 23 فاكتور بيعتمدوا على الديزاين ده، لازم تاخد بالك منه. درجة ان الشكل الجمالي احد العوامل اللي بتصمم عليها المنتج بتاعك. في ساعات شكل جمالي يبقى كويس قوي، في ساعات منتج لا ما يهمنيش الشكل. يهمني الديورابيليتي، انه يعيش ايه؟ يعيش مدة كبيرة. في حاجة تانية برودكت تاني يهمني الجودة بتاعته. يهمني حاجة اسمها الريبيتابيليتي، الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل. الكلام ده يا شباب حاجة اسمها جودة الإنتاج، الحاجات دي كلها لازم برضو تعرفها وأنت بتشتغل في مصنع إن شاء الله. يبقى الميكانيزمات دي كلها احنا ممكن نصمم حاجة منها جوه الكورس بتاعنا. خد بالك احنا في عندنا ميني بروجكت هنعمله. الميني بروجكت ده عاوز تعمله زي بونص ليك اعمله،
وهنقسمكم مجموعات كبيره مثلا 10 افراد في المجموعه. ده كام؟ واحد. قصدك اللفه دي؟ لا، اللفه دي بس مجرد شكل كده، يعني اعتبر ده كان ده كرانك، المسافه من البن ده اهو لحد السنتر ده كانه الكرانك شافت بتاعي. وبيحرك الميكانيزم بتاعنا، هنشوفه دلوقتي. تمام؟ خليك معايا، اللي بيتكلم خليك معايا. احنا عندنا في السكاشن، بقول هيبقى في السكاشن شغل هاردوير، هتعلم حاجات في الهاردوير. لو انت عاوز تعمل بروجكت، تعمل بروجكت عادي، او نعوضها بكويزات زي ما تحبوا. تمام؟ طيب خلاص، مش عاوزين نتكلم كلام جانبي كتير. ده ما هو ده، انا ما اعرفش بالشكل اقول لحد درجات حراره، كان لازم اعمل له اناليسز، امسك كل بارت افك واعمل اناليسز بتاعه. هنشوف دلوقتي امثله على الكلام. تمام؟ بس لو بتحرك بموتور واحد والحركه فولي كنترول، يبقى ده محتاج موتور. انت قصدك ان البتاعه دي بتلف لوحدها بتخرج خلاص يبقى درجه حراره واحده؟ انا بديكي بس امثله على الميكانيزمات. تمام؟ طيب خليك معايا بقى، انا عندي الفرق ما بين الماشين والاستراكشر. قلنا ايه يا شباب؟ ان الماشين بتديني شغل مفيد، والاستراكشر ده بيكون ثابت، واحيانا بيكون ايه؟ بيكون كمان بيتحرك. طيب نيجي بقى نشوف، لو انا عاوز احسب الموبيليتي او الديجري اوف فريدم، خدنا طبعا الكلام ده كله سهل، احنا بنمر عليه كده. تمام؟ طيب الديجري اوف فريدم بتاعنا، القانون بتاعنا عباره عن ايه؟ بقول 3 مضروبه في ايه يا شباب؟ في نمبر اوف لينكس، صح كده؟ وعندي هنا مين؟ حاجه اسمها اللور بير جوينت، وحاجه اسمها الهاير بير جوينت، الكلام ده عارفين. تمام؟ اهم حاجه بحول الشكل بتاعي من 3 دي لايه؟ لسكيلتون دياجرام، شكل هيكلي، بحط المسافات او النقط ما بين الجوينتس، ده عباره عن اللينكات بتاعتي، وبعد اللينكات، الارض ببداها بكام؟ بواحد، وبقعد اعد اللينكات بتاعتي واعد الجوينتس واطلع درجات الحريه. خد بالك، انت دي كنت بقول لك احسب لي درجات الحريه، في الامتحان هجيبها لك ازاي؟ اقول لك احسب لي، انا عندي هجيب لك كده شكل ميكانيزم، شكل 3 دي مثلا، واقول لك الميكانيزم ده يا باشمهندس انا عاوز احوله من كونفنشنال لاوتوماتيك، عاوز اركب له موتور، تمام كده؟ احسب لي بقى عدد المواتير اللازمه. فانت ايه؟ اجابه السؤال عباره عن ايه؟ انك تحسب درجات مين؟ درجات الحريه، وتحسب عدد الموتور، وتقول انا محتاج عدد كم موتور معين، واحد مثلا روتري، واحد مثلا لينير، وتحدد في المساله بتاعتك. طيب خد بالك من حاجه، عشان امهد للكلام ده بقى، يبقى عندك اساس علمي للكلام ده، لازم نعرف انواع اللينكات. في عندنا حاجه اسمها الباينري لينك، حاجه اسمها الترنري لينك، وحاجه اسمها الكواترنري لينك. طبعا من اسمه باين، باينري معناه ايه يا شباب؟ لينك معرب بكام نقطه؟ بنقطتين بس. خد بالك كلمه معرب بكام نقطه، يعني نقطه فيها جوينت، نقطه ماسكه حاجه ثانيه، ممكن يبقى لينك فيه اكتر من نقطه بس مش ماسك حاجه، يبقى ده بعتبره ايه؟ كانه ايه؟ عباره عن باينري لينك. يبقى الباينري لينك زي اللينك ده، بس خد بالك النقطه دي والنقطه دي يا شباب ماسكه لينكات وبتحرك لينكات بالنسبه لبعض، خد بالك من دي قوي. طيب نيجي بقى للكواترنري لينك، شفناه كتير في بعض الميكانيزمات اللي هو على شكل مثلث ده، صح؟ كنت بعتبره كام لينك يا شباب؟ لينك واحد، صح كده؟ الله ينور. بس خد بالك لو هو متثبت من هنا بلينك، هو متثبت منها بلينك، ودي مش متثبته بحاجه، يبقى ده كانه باينري لينك عادي، صح؟ كان ما بين النقطتين دول باينري لينك. طب الكواترنري يا شباب نفس الكلام بالظبط، بس الكواترنري بيكون صعب وجوده فين؟ في كثير من الميكانيزمات، دايما بيكون عندي ترنري او الباينري. طيب تعال نشوف الجوينتس بقى. طبعا في كتير مننا كان بياخد بعض الحاجات بحفظ، بيحفظ شكلها وخلاص، عاوزين نفهمها. اول حاجه بالنسبه للريفولوت جوينت دي، الريفولوت جوينت يا شباب لها كم درجه حريه؟ درجه حريه واحده بس. يعني ريفولوت حاجتين بيدوروا بالنسبه لبعض، بيتحركوا بالنسبه لبعض، اسمها ريفولوت جوينت، يبقى لها درجه حريه واحده. طب نيجي للسلايدنج، سلايدنج جوينت، ها؟ حاجتين بيتحركوا على بعض كده، صح؟ طبعا الناس كلها فاهمه ان السلايدنج جوينت عباره عن ايه؟ كانها عباره عن زي البشاوره كده. امسح السبوره. كتير مننا يا شباب فاهم ان المفروض السلايدنج كان عباره عن زي بلوك كده موجود على الارض، وبيحصل له ايه؟ بيحصل له انزلاق بالصوره دي. تمام، البلوك ده يا شباب على فكره بالصوره دي يبقى له اكتر من درجه حريه. ليه؟ ممكن يتحرك كده، صح؟ وممكن كمان يتحرك ازاي؟ لفوق. على فكره الصوره دي غلط، الصوره لازم تفهمها يا مين؟ هي الصوره دي، شايف؟ الصوره ده اهي، دي الصوره الصح بتاعتها. مفيش اي سلايدر بيكون بيتحرك على وش الارض كده، لازم يكون ايه يا شباب؟ متثبت متعشق في حاجه عشان ما يسيبهاش. تخيل حاجه بتتحرك
مش معموله في مجرى معينه، هتروحي ازاي؟ تروحي يمين وشمال، متخيل الوضع عامل ازاي؟ فده ما ينفعش. حتى كمان تلاقي ساعات ان السلايدنج ده او المجرى دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن حيز السلايدر كله جواه، زي مين؟ زي البيستون بتاع العربيه، ما يعرفش يروح يمين وشمال، بيتحرك فين؟ في الاسطوانه بتاعتي. طيب يبقى عندي معظم الجوينتس اللي موجوده في الميكانيزمات هي مين؟ هي ريفيلوت جوينت والسلايدنج جوينت، تمام؟ واللينكات برضو الباينر لينك شكله عامل كده اهو، ماسك لينك هنا وماسك لينك هنا، الكومبلكس لينك او التيرنر لينك اهو، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. يبقى ده الثلاث نقط بتوعي. انا ليه جايب السلايد دي؟ عشان هيجي لك المساله ممكن تيجي لك بالصوره دي مش بالصوره الهيكليه، لازم تتعود عليهم. ليه برضو بتعمل كده؟ عشان هيبقى قدامك في المصنع مش حاجه هيكليه، هتبقى قدامك ايه؟ حاجه حقيقيه، ازاي تحولها بالصوره دي؟ انا غرضي في المقرر مش تحفظ حاجات نظريه، تشوف اللي قدامك في المصنع بيتم ازاي، تمام؟ فدي هتبقى قدامك بالصوره دي، تعرف تحولها ازاي؟ هنشوف مع بعض. طيب نيجي بقى للجوينت الثانيه، بنسميها الهاير بير جوينت او الهاف جوينت ساعات. دي مفروض الكامه، كامه بتتحرك على حاجه على الفولر بتاعها، او الفولر بيتحرك على الكامه، بيكون الاتصال بينهم في ايه يا شباب؟ في خط. لو 3 دي، لو انا عاملها 2 دي بيكون في ايه؟ في نقطه، تمام؟ فدي بنسميها هاير بير جوينت، بيكون لها اكتر من درجه حريه. وعندي نفس الكلام بالنسبه للجير يا جماعه، بيكون ايه؟ التلامس في خط، اسنان بتتلامس مع بعضها في خط، او ايه؟ او نقطه لو انت برضو راسم في 3 دي. طيب تعال نشوف بقى الوصلات المهمه برضو بمنظور تاني. الريفيلوت اهيت بتتحرك بالصوره دي، خد بالك وانت بتصمم حاجه بتبقى الوصله بالصوره دي، ما ينفعش بنسميها شولدر او كتف. الكتف ده لو مش موجود هيحصل كمان ايه يا شباب؟ اكسيال موشن، ما ينفعش، خد بالك من دي. عشان كده عندنا حاجه اسمها السناب رينج، حاجه عامله زي الغويشه كده، بتقوم انت ايه مركبها على الاليمنت على العمود عشان ما يتحركش يمين وشمال، وبتعمل في العمود حاجه اسمها ريسيس. فاكرين في الرسم الهندسي الريسيس ده عباره عن ايه؟ باكل حته من العمود كده عشان اركب فيه مين؟ في السناب رينج دي، عشان الايه؟ الترس ما يتحركش يمين وشمال. فالشولدر ده مهم ليه يا شباب؟ عشان يبقى عندي درجه حريه واحده. جميل. طب بص كده اللي جنبه ده الهيليكال جوينت لها كام درجه حريه؟ واحده. ليه واحده يا شباب؟ ها؟ ليه واحده؟ نفهم بقى ليه واحده؟ عشان لو انا بلف في لفه كامله بيتحرك حاجه اسمها الليد، تحرك الخط بتاعي، خدناه في الديزاين في الباور سكرو. لو خدت الباور سكرو يبقى انا بتحرك خطوه لقدام، يبقى الخطوه دي الحركه دي معتمده على مين؟ على الحركه الدائريه، يبقى ده 1 ديجري اوف فريدم. طيب تعال نشوف بقى البريزماتيك جوينت. ايه البريزماتيك جوينت؟ زي السلايدر كده بتحرك حركه خطيه، ما ينفعش يلف. ليه؟ هتلاقي مثلا الفتحه على شكل مستطيل والجسم على شكل مستطيل، مش هيعرف يلف. ده البريزماتيك جوينت. عشان كده برضو لو انت دايما بتصمم حاجه بتتحرك لينير حاول تحجمها، ما تخليهاش تلف، لو لفت منك يحصل لك مشكله كبيره جدا. طيب نيجي بقى للسلندريكال جوينت يا شباب، كام درجه حريه هنا؟ درجتين. ليه؟ بص كده ممكن يلف كده، صح؟ يلف واقف مكانه، انا محتاج بس اللفه دي. بس في الحاله دي انت كده حولته الريفيلوت جوينت، يبقى لازم تعمل له كمان مين؟ الاكتاف دي، صح؟ طب لو انت بقى عاوز تحركه خطي، اتحرك خط عادي، بس وانت بتحركه خطي خد بالك هتبقى انت يعني مش اندر كنترول مع مين؟ مع الجسم ده، ممكن يلف معاك وهو بيتحرك، فدي برضو فيها مشكله. مين؟ السلندريكال جوينت. طبعا في حاجه لطيفه قوي موجوده دايما، هي مين؟ السفيريكال جوينت، ودي المفروض عباره عن وصله عامل زي الكوع بتاعنا كده، تمام؟ بتحرك في كام درجه حريه؟ 3 روتيشن. ودي حاجه هنشوفها جوه الروبوتات كتير جدا، حاجه اسمها السفيريكال ريست. هتلاقي الرؤى روبوت ده في الاخر حاجه اسمها سفيريكال ريست في الاخر، عباره عن ايه؟ بتحرك 3 روتيشن في الاخر عشان تدي فليكسبيليتي اكتر او منوره اكتر للاند تول بتاعتي. طب البلانر بقى يا شباب، البلانر ده عامل زي البشاوره على السبوره كده، بتحرك اكس وواي وكمان ممكن الف حوالين مين؟ حوالين المستوى بتاعي، تمام كده؟ يبقى دي المفروض الوصلات الهامه بتاعتي. وبعرف الوصله اهوت عباره عن بيرمننت كونتاكت. بيرمننت كونتاكت طبعا التسميه دي مش دقيقه قوي. ليه؟ ان بيرمننت معناها ايه؟ المفروض ما بتفكش تاني، بس ده معناها اللي انا ركبتها اثناء التشغيل ما بتتفكش مني، دي معنى كلمه بيرمننت. بس انا بصفه عامه عند الجوينتس كلها في نوع ثابت او دائم ونوع غير دائم. الدائم زي مين يا شباب؟ زي اللحام، صح كده؟ ده نوع دائم، زي مسامير البرشام. عارفين مسامير البرشام؟ زي كوبري طلخه كده، مسمار له راس من الناحيه دي وراس من الناحيه دي، يبقى انت ده وصله دائمه. اما الوصلات دي يا شباب وصلات غير دائمه، ولكن دائمه اثناء التشغيل. طيب الهيليكال بيلف جوه الاوز، صح كده؟ الاوز ده لو ما لفش تعرف تحركه لوحده كده؟ ما ينفعش، يبقى لازم الف عشان يتحرك.
حركتين معتمدين على بعض يبقى درجه حراره. تمام كده؟ لا الحركه السيره روتيشنال طبعا. لو انت جيت تزقه كده هل هيتزق معاك؟ مش هتحرك معاك. حتى احنا لما نيجي نصمم الباور سكرو تحط الكلام ده مفروض في الديزاين، في حاجه اسمها السكرو جاك كوريك العربيه، لما باجي اصممه في حاجه اسمها مفروض حاجه اسمها الكويك ريتيرن، او ان هو مفروض يبقى سيلف لوكد. يعني ايه الكلام؟ تخيل كده في عربيه انت رفعتها، الكوريك بتاع زمان كان كله باور سكرو، بقعد الف كده لحد ما ارفع. تخيل ترفع العربيه مثلا عربيه تن، وبعدين تنزل بقى تحتها تشوف العربيه عامله ايه، المفروض الكوريك ما ايه ما ينزلش تاني. يبقى انت وانت بتصمم اصلا لازم تكون عندك كام درجه حريه؟ لو عندك اكتر من درجه تبقى مشكله اصلا في الديزاين بتاعك، دي مشكله انت فاهمني. طبعا دي لها معايير في التصميم بتاع السنه بتاعت الكوريك. تمام. طيب المفروض درست كورس اسمه ماشين ديزاين الترم اللي فات لنسيج، نفس الكورس بتاع ميكانيكا، لو انتوا عاوزين ترجعوا المحاضرات ابقى اجيبها. طيب خليك كده معايا. المفروض عندنا هنا اللينكات بقى باينري لينك، ده في حاله الهيكله اهوت باينري لينك. عند هنا الترنري لينك، الكواترنري ده الشكل بتاعه. تمام. دول اهم اشكال عندي موجوده فين في الميكانيزم. الناس اللي بتتكلم. طيب نيجي بقى نشوف شكل زي الشكل اللي قدامنا ده. الشكل الهيكلي اللي قدامك ده ممكن يبقى شكل شبه مين؟ شبه دول، وانت حولت من ده لمين؟ من ده لده. تمام. طيب تعال نشوف كده مع بعض بقى مثال ممكن يجي لي في الميد تيرم او في الفاينل زي المثال اللي قدامنا ده. ممكن اجيب لك الرسمه دي، الرسمه السهله دي، طبعا دي مش مقامكم يعني، اجيب الرسمه السهله دي تمام واحولها لايه يا شباب؟ احولها لصوره هيكليه. تعال نشوف بنحولها ازاي. اول حاجه الشكل اللي قدامك ده انا عاوزك تفهم هو بيشتغل ازاي. ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن زي حاجه كده بتحرك حاجه لفوق. يعني لو ضغطت بايدي كده هتحرك ايه؟ زي البيستون ده. تمام. طبعا دي بقى اللي هتشوفها في المصانع، مش هيجي لك كده رسمه فيها جوينت كده زي ما احنا خدنا في نظريه مكانات وخط كده وفي الاخر بيستون بيتحرك، مش الكلام ده، هتلاقي دي قدامك في المصنع. طيب دي عباره عن ايه بقى؟ الحاجه الثابته يا شباب، الحاجه الثابته اللي ما بتتحركش، اللي انا بسند على الارض عليها، دي مفروض الارض بتاعتي. يعني الجراوند دايما هي الحاجه الملتصقه بها، ده يعتبرها جراوند برضه او حاجه متثبته فيها. فمفروض الهيكل ده او مش عايز اقول احفظها، خد بالك منها، اي فريم هو ارض. اي فريم هو مين؟ هو ارض. يعني المكنه محرك العربيه الكيسنج اللي بره دي هي مين؟ هي ارض، مع انها متصله بمين؟ بالعربيه. العربيه بتمشي، لا انا بتكلم وانا في حاله ايه؟ سكون، حاله ستاتيك، دي اعتبرها ارض. فده مفروض الفريم ده هو ده الارض بتاعتي اهي، شايف الارض اهي. طب لازم ارسمها كده بالطول كده؟ لا عادي ترسمها في اي مكان. مش احنا خدنا في نظريه المكانات مهما تعددت نقط الارض هي برضو ارض واحده؟ تمام صح. وبنراجع تاني اهو، يبقى عندي هنا في عندي لينك اهو، اللينك ده اللي عليه الفرصه الخارجيه ماشي كده، ومثبت متثبت هنا مع لينك ومتثبت هنا مع لينك. بس خد بالك الحته ده هي برضو بيكون عليها قوه خارجيه، لينك عليه ثلاث اماكن اثنين جوينت واحده قوه خارجيه، يبقى ده ترنري لينك، لينك ثلاثي اهو. يبقى انا هم راسم ايه؟ هقوم راسم حاجه شبه المثلث كده. طب في الوضع اللي احنا شايفينه ده لو انا رسمته خط كده صح ولا غلط؟ صح برضو عادي. ليه؟ لان الحته ده اهي انا مش محتاجها في حاجه، بس ممكن ترسمها لنفسك كانها ايه؟ كانها ترنر لينك. طيب النقطه دي يا شباب ده اهي، دي المفروض متوصله بلينك اهو، ده الباينري لينك، ادي اللينك اهو، وطبعا الصندوق ده هو مين؟ هو كانه بيستون بيتحرك معايا. بعد ما تخلص بقى تحوله للصوره الهيكليه راجع بقى الاثنين ببعض، هل في اختلاف ما بينهم ولا لا؟ شوف كده لو انت ضغطت بايدك هنا ها، هل في مشكله ان ده يتحرك يا شباب؟ مفيش مشكله، يبقى انا رسمي كده صح. طب الرسم ده لازم تو سكيل؟ مش لازم تو سكيل، اهم حاجه ترسمه صح بايدك تمام، وتعد الجوينتس واللينكس اللي موجوده عليه. طب تعال نعد كده مع بعض. كنا بنعدها ازاي؟ بقول الارض دايما رقم، على فكره دي مش ثابته بس احنا دايما بنعتبرها ايه؟ واحد. احنا مشغلين في السيروف ماشين كلنا واساتذتنا شغالين بالمراجع الهنديه، المراجع الهنديه كلها شغاله بايه؟ الارض رقم كام؟ رقم واحد، بس دي مش حاجه ثابته، بس تعتبر ان الارض بتتعد معايا. بس خد بالك بعد الارض كم مره؟ مره واحده بس. ليه يا دكتور؟ خد بالك لو حضرتك رحت اشتغلت في مصانع الغزل والنسيج هتلاقي ساعات المكنه جزء منها على الارض وجزء منها على الحيطه وجزء منها فين؟ في السقف. كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارض مين؟ ارض للميكانيزم بتاعي. يبقى انا عندي المفروض النقطه دي او الارض دي هي عباره عن ارض رقم واحد. لو جيت في اي مكان تعدها تاني برضه بنفس الرقم واحد. طيب نيجي بعد كده بقى، مفروض اللينك تعريفه هو عباره عن احد اجزاء الميكانيزم بتاعي. قد يكون الجزء ده باينري او ترنري او سيرك او اسطوانه مثلا او ويل او اي حاجه.
يبقى ده عباره عن الجزء رقم 2 اهو، ده اللينك رقم 2. وطبعا في الامتحان لازم تعد لي على الرسمه، ممنوع تعد بعينيك، انا نفسي لو عديت بعيني بتلخبط. يبقى اقول هنا ارض واحد دي 2، نيجي بعد كده اللينكين دول برضو لينكين منفصلين اهو، يبقى ده رقم 3 او 4 او ده 3 و4. يبقى انا عندي كام لينك هنا يا شباب؟ 4 لينكات. تمام، احنا شاطرين اهو، 4 لينكات. جميل، تيجي نعد الجوينت بقى بتاعتنا كده. عندنا الجوينت نوعين، حاجه اسمها لور بير جوينت، من الاخر كده هي البين جوينت. يعني اذا لقيت لينكين مربوطين بنقطه دي كانها عامله ازاي؟ كانها عامله زي ايديا كده اهو، وانا عامل فتحه هنا وفتحه هنا ومركب زي ايه؟ زي عمود كده، شايفين اهو ده المسمار بتاعه، بيتحركوا بالنسبه لبعض، دي اسمها بين جوينت. بتبان ازاي في الرسم يا شباب؟ ها؟ بتبان ازاي في الرسم؟ بتبان لو انا بصيت عمودي كده هتبان لنقطه، تمام؟ طيب يبقى انا مفروض هتبان لنقطه هنا يا شباب، يبقى دي مفروض اسمها بين جوينت لور بير جوينت. يبقى انا هعدها رقم واحد، هذا رقم واحد اهو. طيب نيجي بعد كده ما بين 2 و4، دايما الجوينت هي اتصال ما بين لينكين، ما بين كام لينك؟ طب لو عندي 3 لينكات في نقطه واحده يبقى كام جوينت هنا؟ 2. خد بالك من الحته دي، ساعات بيكون الحاجات دي منطبقه على بعض، يعني يكون عندي جوينت برر ليها على طول جوينت تانية، وانا ببص على عمود هيبقوا منطبقين على بعض. طب احنا في الهندسه بقى، هل ينفع اجيب خشبه واربطها بخشبه بمسمار؟ تنفع، بس لو 3 خشبات ما ينفعش اقول بمسمار واحد، الكلام ده مش صح، لازم اعمل ايه؟ كل لينكين بجوينت واحده. طب اللينكين دول بقوا خلاص لينكد مع بعض، وصلهم بجوينت ثالثه ثانيه مع لينك ثالث. تمام كده؟ طيب يبقى دي المفروض الوصله رقم 2 او الجوينت رقم 2. جميل، نيجي بعد كده ما بين 4 و3 في ايه يا شباب؟ في جوينت كمان. لو قلت ان مفيش جوينت يبقى انت اعتبرت اللينك 4 واللينك 3 مفيش بينهم حركه نسبيه، ما بيتحركوش بالنسبه لبعض، وهما لازم يكون بينهم حركه نسبيه، صح كده؟ هتلاقي اللينك ده بيدور مع الصندوق وبيتحرك، بيدور ما ايه؟ على الجوينت اللي فوق على الصندوق ده. جميل، وطبعا ما بين الصندوق وما بين الارض اوعى تنسى الوصله الرابعه. ليه؟ السلايدنج جوينت، ما ينفعش تسيب الارض. يبقى ده ايه يا شباب؟ دي الوصله رقم 4. حط القانون بتاعك بقى، 3 × 4 − 1 يعني 3 × 3 = 9، − 2 × 4 = 8 يبقى 9 + 8 = 1 − 0. ليه 0 يا شباب؟ من الاخر كده انا ما عنديش هاير بير، الهاير بير عباره عن ايه؟ كامة او ترس، وساعات العجله في بعض الاشكال، بس الكامة والترس يا مين؟ هي الاساس بتاعي. ساعات في بعض العجلات بنعتبرها هاف جوينت، نص وصله، ونحطها في القانون بنص، بس دي في بعض ايه؟ في بعض الحالات. طيب يبقى انا عندي طلع لي هنا بايه؟ بواحد. انت بقى اجابتك في الامتحان هتقول ايه؟ هتقول بما ان الديجري اوف فريدم طلعت لي بواحد يبقى انا محتاج كم موتور يا شباب؟ موتور واحد فقط. لو قلت موتورين غلط ما ينفعش كده، بتزود الباور في الفوتر. طب تعال نشوف الرسمه اللي بعدها. حد يقدر يقول لي يا جماعه ده عباره عن ايه؟ هتلاقيه في المصانع اسمه كلامب، حاجه اسمها في حاجه اسمها في كورس كبير من الديف انتاج اسمه جيج اند فيكتشر. يعني ايه جيج اند فيكتشر؟ لو انت بتعمل حاجه، بتشغل حاجه في الماشين عندك في المصنع عندك، عاوز تثبت الحاجه دي عشان تشتغل عليها، ما ينفعش تثبتها كده اي حاجه، لها طريقه في التثبيت، انك ممكن تثبتها غلط فتكسرها، ممكن تثبتها غلط فتطبقها، لازم ايه؟ كل حاجه بتتثبت. طب لو عندك مثلا مصنع متخصص في منتج معين، يبقى الكلامبات دي ثابته ما بتتغيرش، صح كده؟ المنتج شكله ثابت، يبقى انت بقى بتعمل ديزاين للكلامب ده ثابت، حاجه مهمه جدا، وحاجه مهمه جدا في اي مصنع. فالكلامب ده يا شباب بتضغط هنا، بتقوم ايه؟ نازل مين؟ الجزء ده نازل ضاغط على مين؟ على المنتج بتاعي. قد يكون عباره عن ايه؟ حاجه بتعمل بيرسنج. يعني ايه بيرسنج؟ بيخرم حاجه مثلا، او حاجه بتعمل لحام بنطه. عارفين لحام البنطه بيعمل ايه؟ يبنط الحاجه دي ويعمل لها لحام، لحام نقطه كده، تمام؟ طيب نيجي الميكانيزم ده اشوفه ازاي. اهو بضغط هنا، يبقى الدراع ده اهو ده لينك لوحده، صح يا شباب؟ يبقى انا حللت ده لينك لوحده. لو انا فكيته كده، تخيل انت في الامتحان دي حاجه قدامك بتفكها، يبقى انا هفك المسمار ده وده، يبقى ده الدراع ده لوحده. بس الدراع ده يا شباب في كام نقطه هنا؟ ما مكان ايدي نقطة، مكان ايدي ده حاجة شغالة عندي، يبقى هنا نقطة، هنا ونقطة، هنا نقطة، النقطة دي يا شباب متصلة بالأرض، أدي الأرض أهي، ده متثبت في التسجة بتاعة المكنة اللي هي الترابيزة بتاعة المكنة، تمام؟ يبقى أنا عندي المفروض ده أرض أهي، أرض أهي، وعندي هنا يا شباب متصلة أهو، ده جوينت وده جوينت، فين فصلة صغننة أهي؟ في لينك صغير أهو يا شباب، أدي اللينك أهو. يبقى انا عندي يا شباب ده اللينك بتاع اهوت، اللينك الثلاثي، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، جميل اهو، ادي اللينك المثلث بتاعي. انا محتاج الثلاث نقط المره دي، محتاجهم. فاكر الرسمه اللي جنبها هنا؟ مش محتاج مين؟ مش محتاج دي، كل رسمه وظروفها، كل رسمه وشكلها.
جميل. يبقى عندي المفروض ده اللينك بتاعه، ادي اللينك اهو الاولاني. طب نيجي بقى النهايه دهيت متوصله كمان بمين؟ باللينك ده. مش انت ملاحظ ان اللينك ده النهايه بتاعته انا محتاجها برضو، صح كده؟ يبقى انا عندي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، ادي ثلاث نقط بتوعهم. طب دكتور ازاي النقطه دي حره كده؟ عادي مش مشكله خالص. طب ما انت عندك الانبوت بتاعك اصلا نقطه حره، ودي حاجه خدناها في الفورس اناليسيس، فاكرين كان ميكانيزم يكون عندي فورس في الاول يكون عندي اوتبوت في الاخر، قد تكون لينير فورس او قد يكون مومنت او اي حاجه عندي. طيب بعد ما عملت الميكانيزم حولته لسكيلتون دايجرام، تعال نعمل ايه؟ تعال نشوف نجيب درجات الحريه ازاي او نجيب عدد الموتور ازاي. طبعا من الواضح قوي ان الميكانيزم ده يدوي، صح كده؟ طب انا عاوز اخليه اوتوماتيك، بعمل ايه؟ هتيجي على الدراع ده مثلا وتوصل فيه مثلا زي واير ستيل كده، سلك ستيل مثلا. السلك ده يا شباب ايه؟ بيلف على بكره مثلا، البكره دي متوصله بموتور، فالموتور لما يلف ايه اللي بيحصل؟ بس اهو دي الفكره بتاعتها، ممكن ده يبقى مشروع عندك، تمام كده؟ اهو يبقى الفكره بتاعتي بالمنظر ده. وطبعا عندنا في انواع من الكنترول بسيطه قوي، في كنترول اسمه اون اوف، يعني ايه؟ اشغل يشتغل، اعمل اوف يفصل، ده نوع من انواع الكنترول. في حاجه اسمها البي اي دي، في انواع كتيره جدا. الميكانيزم اللي قدامنا ده انا مش محتاج فيه اي حاجه ادفانسد خالص، مش محتاج فيه اي حاجه تتحكم في حاجه، مجرد ايه؟ اون واوف، زي المروحه في البيت كده، تمام؟ اهو نيجي نعد بقى. الارض رقم، الناس اللي بتتكلم، ارض رقم واحد، صح كده؟ اللينك ده رقم كام؟ 2. بعد كده المثلث ده 3، وبعد كده ده 4، وطبعا الارض مش بعدها، يبقى عندي 4 لينكات. طب نيجي بقى للوصلات، خد بالك بقى. انت عندي هنا دي ارض لينك وده لينك تاني، في ناس ساعات بتتلخبط في شكل اللينكات مع الوصلات. اعرف كده لينك ولينك بينهم وصله واحده. يبقى عندي هنا ادي وصله رقم واحد، وهنا كم وصله يا شباب؟ وصله واحده ولا اتنين؟ واحده، الله ينور، صح كده؟ احنا ما شاء الله جايبين امتياز في الميكانيات بقى. طيب يبقى انا عندي هنا يا شباب ده لينك اهو وده لينك اهو، يبقى ده عندي وصله واحده. في واحد يقول لك ده في اربع خطوط، هو حافظهم كده، في اربع خطين يبقى وصله واحده، ثلاث خطوط يبقى وصلتين، اربع خطوط يبقى ايه؟ ثلاث وصلات، وهكذا بقى، تمام كده؟ اهو يبقى انا عندي هنا ده لينك كامل وده لينك كامل، اعرفها كده، يبقى بينهم وصله واحده بس، يبقى واحد اثنين وهنا ثلاثه وهنا ايه يا شباب؟ الاطراف الحره مش وصلات، الوصلات اتصال ما بين لينكين بينهم ريلاتيف موشن. يبقى انا عندي اربع لينكات برضو اربع وصلات، اجيب ايه يا شباب؟ اجيب درجات الحريه بكام؟ بواحد. طيب ندخل بقى في الجد، صح؟ اللي فات ده طبعا مش مقامكم. تعال نشوف بقى ده عباره عن ايه يا شباب؟ عارفين البونت او الغطا بتاع الكبوت بتاع العربيه؟ صح كده؟ الكبوت ده كلنا بنفتحه يدوي. افرض انا طلعت في دماغي اعمل ميكانيزم يفتحه اوتوماتيك. تمام كده؟ ما نعمل عادي، صح؟ طيب تعال بقى نشوف الميكانيزم ده. بالصوره دي برضه اهي. اهو الشكل اللي قدامنا ده. انا المفروض بقى احلل ده لاجزاء لينكات واعملها سكيلتون دايجرام. تسهيلا عليك انا هجيبها لك في الامتحان عدد لك اللينكات عشان ما تتلخبطش. يلا يا سيدي، بس يبقى انا عدد لك ايه؟ عدد لك اللينكات. يبقى انت كده عارف هتعمل السكيلتون دايجرام ازاي. تعال نشوف كده. انا المفروض عندي البونت بتاعي، في عندي دراع اهوت، شايف الدراع ده اهو، الدراع الثلاثي، في نقطه اهي ونقطه اهي اللي هو الدراع رقم خمسه ده اهو. يبقى ده كله حته واحده متثبت هنا ومتثبت هنا، مفصله اهي، وعندي كمان مفصله اهي عشان الكبوت نفسه اتحرك عليها، صح؟ الكبوت بتاع العربيه. جميل. يبقى انا عندي وصله اهي، لما جيت احولها سكيلتون اهو حولتها مثلث اهو. جميل. في عندي هنا رقم 6، رقم 6 ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي، في فصله صغيره اهي، رقم 6 اهي، رقم 6. بعد كده يا شباب عندي مين؟ عندي طبعا الارض رقم 1، شايف الارض دي مين؟ الجسم بتاع القاعده بتاعته اللي متثبته في العربيه نفسها اهو، رقم 1 دي متثبته، ديش ده المفروض جسم العربيه اهو، ادا 1 اهو، وادا 6 اهو. وبعد كده عندي مين؟ رقم 2 ده اهو. طب السوسته دي يا دكتور؟ لا مش داخله معانا في اي حاجه عندي، مع ان السوسته دي على فكره ممكن نعتبرها فليكسبل لينك، بس هنا ملهاش لازمه، هي بس مجرد عباره عن ايه؟ عباره عن دامبنج فين؟ في الكبوت بتاع العربيه، بس دي مش بتاثر عندي في الحركه خالص. دي برضو معلومه ليك، ان لو عندي جزء في الميكانيزم ملوش لازمه، ملوش تاثير مباشر على الحركه، مش بعتبره لينك، زي مين؟ زي السوسته دي. تمام؟ طيب ادا 2 اهوت واصل للاخر. احيانا في بعض الميكانيزمات يا شباب بنعمل المثلث الاسود، المستطيل الاسود ده، ده معناه ايه يا شباب؟ تخيل كده معايا، لو انا رسمت لك مثلا حاجه كده، حاجه بالصوره دي، تمام؟
او رسمت لك حاجه بالصوره دي. يعني كان اللينك ده احيانا في بعض الحركات بتحول الصوره دي. طب افرض ما بتحولش، يعني افرض اللينك ده ما بيتناش، طب اعمل ايه يا شباب؟ اجي هنا كده، لو مثلا هوصله بلينك من النقطه دي، وانا خايف انك تفتكر ان ده حته الواحده ودي حته الواحده، واخد بالك انا بتكلم في ايه؟ يعني ده المفروض حته واحده ما بتتناش ما بيتكسرش. لو انا رسمته لك كده هتيجي تعدها ازاي؟ تقول ده واحد اتنين تلاتة. انا عاوزك ما تفتكرش كده، تعمل ايه؟ اعمل لك ايه؟ اقوم جه هنا راسم مستطيل كده، واقوم ايه مخليه مظلله كده. ده معناه ايه يا شباب؟ بقول لك ان اللينك ده ما بيتناش حته واحده ما بيتكسرش، ثابت في شكله ده. ده عشان الديزاين بتاعي ظروفه كده، تمام؟ اهو ادي المستطيل الاسود ده او الشكل الاسود ده. بعد كده يا شباب الاتصال اهو في الاخر بقى الكبوت بتاع العربيه، او الهود في الاخر اهوت الكبوت بتاع العربيه بالصوره دي، وطبعا الدراع ده اربعه اهو بالصوره. طبعا بالمنظر ده يا شباب نعد بقى اللينكات ونعد الوصلات ونكمل مسالتنا عادي جدا. طبعا ده برده كام ديجري اوف فريدم؟ ديجري اوف فريدم لا انا بقول لك المرجع هنا عامله عشان يقول لك ان في لينكات بيكون شكلها مش عدل، او لينكات عدله ما بتتكسرش. بقول لك انا بعملها عشان يبقى بنهي بنهي الخلاف ده، عمر اللينك ده ما هيتكسر معايا. تمام كده؟ خد بالك اللينك ده لو انت جربت تخليه مكسور، يعني في حتتين بيتحركوا بالنسبه لبعض كده، درجات الحريه هتزيد. خد بالك من حاجه، احيانا في بعض الديزاينز انت بيكون عندك درجتين حريه، ممكن تثبت حاجتين بالنسبه لبعض بقى كام درجه حريه؟ درجه حريه واحده. يعني على سبيل المثال مفهوم درجات الحريه في نظريه المكنات خدناها ازاي؟ ان انت لو عندك سلايدر كرانك ميكانيزم، في عندي كرانك بيلف صح كده؟ وفي عندي بيزق كونكتنج رود وبيزق في الاخر سلايدر. ديجري اوف فريدم كنا بنعرفها لك ازاي؟ مفروض لو انا ايه الحاجه اللي انا امسكها في الميكانيزم ده؟ عدد اللينكات اللي انا ثبتها عشان الميكانيزم يقف. ده كان مفهوم مين؟ نظريه المكنات، مواضيع كلها داينامكس، كلها حاجات بتتحرك مش زي الكورس بتاعنا. يبقى انا مفروض عندي ميكانيزم له درجه حريه واحده. لو انت جربت تمسك البيستون ده بايدك هل الميكانيزم هيتحرك تاني؟ طب جربت تمسك اللينك اللي في النص الكابلر ده هل هيتحرك؟ الكرانك نفس الكلام. يا ده مفهوم تاني، بس المفهوم اللي انا عاوزه هنا ايه يا شباب؟ عدد المواتير اللي انا ايه يا شباب اللي انا هستعمله. الناس اللي بتبص في التليفون اطلع بص فيه بره. طيب صوره تانية، الدور فريم سبرينج ايه؟ لا علي صوتك معلش، مش متخيل هو وظيفته اصلا في الميكانيزم؟ انا مش هرسمه اصلا السبرينج، مش هرسمه اصلا في الرسم. لا بص بص اقول لك حاجه، خليك معايا كده، اللي بيتكلم اللي بيتكلم اللي بيتكلم. السبرينج ده احنا في اخر الجزء الثاني من المحاضره هناخد السبرينجات بالتفصيل، تمام؟ السبرينج ده مفروض وسيله من وسائل اختزان الطاقه، ده مفروض بخزن فيه حاجه اسمها البوتنشال انرجي. تخيلي كده معايا ان الكبوت ده انا هنزل الكبوت ده لاخر اقفله، يعني هو دلوقتي مفتوح اهو صح؟ خليك معايا، الكلام ده مهم على فكره، الكلام ده مهم. السبرينجز دي يعني موضوع لوحده، السبرينجز ده عباره عن علم لوحده، انواع السبرينجات وتختارها ازاي والديزاين بتاعها. السبرينج ده اسمه كومبريشن سبرينج. تمام كده؟ كومبريشن سبرينج ده عباره عن ايه؟ لا سوري، ده المفروض اكستنشن سبرينج، هو اصلا في وضعه العادي مقفول. انا عشان اشغله او استعمله بعمل ايه؟ بشده. يبقى انا لما اشده بعمل ايه يا شباب؟ بختزن فيه طاقه. لو انا سبت ايدي اللي بيحصل؟ بيرجع تاني. بص بقى الكبوت ده كده هو مفتوح، ده في الحاله العاديه. لما انا اقفله والفه على العربيه وانزله على العربيه، مش السبرينج ده بيتشد اصلا معايا؟ ايوه، يعني المفروض اللينك 4 واللينك 5 بيلفوا كده، فده بيتشد معايا. ده طبعا ثابت، متوصل بمين؟ متوصل بواحد. فكده وانا بنزل كبوت العربيه ايه اللي بيحصل؟ هيتشد، هيفضل مختزن الطاقه دي. نيجي بقى لما نفتح المصغر بتاع الكبوت وابدا افتحه بس كده وابدا ارفع افك اللوك اللي جوه، هيقوم الكبوت ايه؟ بيساعدني وانا برفعه ان هو تقيل عليا. خد بالك من حاجه، دي برده ليك كديزاينر برده الحاجات دي على فكره، لو انت بتصمم حاجه فعليه الكلام ده كله هتراعيه وانت شغال. كبوت العربيه ده اصعب حاجه وانا بقفله ولا انا بفتحه؟ وانا بفتحه ليه؟ انا شايل لود، فانا عاوز حاجه تساعدني، عشان كده عملته بالصوره دي. انت عارفه لو العكس كنت استعمل كومبريشن سبرينج، العكس بقى يبقى ايه؟ لو انا المفروض ضغطته يديني ايه؟ يختزن الطاقه بتاعتي. ده بحتاجها فين؟ لو انا بضغط حاجه واما اجي اقفلها او افتحها تقوم ايه؟ تقوم متحركه معايا بسهوله عشان توفر عليا الطاقه دي. فالسبرينج هو وسيله من وسائل اختزان الطاقه. في بقى حاجه بنتعمل سبرينج اسمها الدمبر. الدمبر ده عباره عن ايه؟
ده بقى ايه؟ بيختزن، بيعمل اخماد للحركه. ده زي السسبنشن سيستم بتاع العربيه، هنشوفها النهارده بالتفصيل في الماثيماتيكال موديل. طيب دي مساله جبتها في الجامعه الفرنسيه الترم اللي فات في امتحان. ده كان عباره عن ايه؟ برضو بقول له ده عباره عن ميكانيزم. عارفين يا جماعه الميكانيزم ده موجود في الابواب كلها. مفروض لو انا بفتح الباب يقوم ايه الباب تاني راجع يقفل ايه ببطء. طبعا ده عباره عن زي دمبر كده، حاجه بسوسته كده جوه وفيها زيت عشان ايه اخماد الحركه، وبيرجع تاني الباب. طبعا لها ديزاينز كتير قوي، وعندنا في حاجه صغيره كده رخيصه قوي بنشتريها كلها في الباب عندنا، بالذات لو انت عامل حاجه مكيفه فالباب ده بيقفل لوحده. طيب خلاصه الكلام ده كله حاجه يدويه. افرض انت عاوز تعمل ده حاجه كنترول، حاجه بموتور. ليه يا دكتور هنعملها؟ اقول لك اللي انت شايفه ده باب بيت، في ابواب بنسموها ايه؟ بنسموها مش عارف اسمها بالانجلش، اللي هي حظيره الطائرات مثلا، عباره عن ابواب ضخمه جدا جدا مستحيل اصلا شخص يفتحها ويقفلها. فلازم ايه يا شباب؟ لازم ميكانيزم يقفله ويفتحه. فانا محتاج الايه؟ ده يبقى اوتوماتيك شغال بموتور. طب انا عاوز احول ده لموتور، احوله ازاي؟ كم موتور استعمله؟ احسب درجات الحريه. فهمت ازاي؟ ده حاجه ليك، ده اساس شغلك. طب ده بقى عباره عن ايه؟ اهو ميكانيزم سهل جدا. طبعا ده يعتبره ارض، ده اصلا مش موجود عندي. اهو ادي الارض، عندي اللينك رقم 2، ادي اللينك رقم 2 اهو، اللينك رقم 3 متوصل بيه اهو، واللينك رقم 4 اللي هو الباب اهو. بس احسب درجات الحريه، عد الوصلات، عد اللينكات، واحسب درجات الحريه. مش عاوز اقول لك ان 99% من شغلنا ما فيهوش هاير بير جوينت. هبعد خالص في الشغل بتاعنا عن مين؟ عن الكامات والتروس، فكون يعني واثق من الحته دي. فدايما شغلك هيبقى الجي بتاعت الهاير بكام؟ بصفر. يلا بغششك حاجه، يبقى انت كده عارف دايما الجي بصفر. طيب الحاجات دي لو جت في الامتحان نعرف نحلها يا شباب؟ خلاص ده هتيجي ان شاء الله، ده مش هنعرف نحلها. تمام؟ الحاجات دي ان شاء الله هتاخدوا عليها تدريب في السكاشن ان شاء الله، وهنحل برضو الحاجات دي مع بعض. انا عاوزك برضو في البيت كده تشوف الميكانيزم ده، اول حاجه تفكر هو بيشتغل ازاي، دي مهمه جدا. انا ما يهمنيش على فكره الشغل النظري، ان شاء الله كلكم هتنجحوا باعلى الدرجات، اهم حاجه تفهم انا بعمل ايه في الميكانيكال سيستم. خد بالك انا ببني طوبه طوبه كده عشان اوصل لحاجه قدام هتتخض منها في اخر الكورس، حاجات ادفانسد جدا، فانا ببني عليها. اوعى تضيع محاضره، اوعى تضيع حته مش فاهمها. مثلا ده موجود فين يا شباب؟ ده عارف اكسلريتور بتاع العربيه، الدواسه العربيه، حاجه شبهها كده. قد تكون الحاجه دي بضغط عليها برجلي او بايده باي حاجه، تمام؟ اي صوره عندي. ممكن تلاقي الحاجات دي على فكره موجوده في الجيم اللي احنا بنروح نلعب فيه العاب رياضيه مثلا، كلها عباره عن اجهزه بالصوره دي، تمام؟ طيب اهو ميكانيزم بالمنظر ده، عد لي بقى الوصلات وعد لي اللينكات واحسب لي درجات الحريه. ومحتاج ده بقى يبقى له كم موتور لو انت تحوله من يدوي لاوتوماتيك. شفت الصوره ازاي؟ ممكن يبقى عندك اي حاجه حواليك في البيت بصوره يدويه وتحولها لاوتوماتيك بفكره عندك. مش عاوز اقول لك ان بعض الافكار بتتحول لمشاريع صغيره وممكن تبقى برودكت عندك وتنزله السوق. دي شغلتك على فكره، ده التفكير بتاعك كمهندس ميكانيك. طيب يبقى الحاجات دي كلها هتبقى معانا ان شاء الله، حاجات شبهها ان شاء الله، ونشوف هنعملها ازاي. يبقى ده الجزء الاول من المحاضره يا شباب. التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا او الاوتكم بتاعنا من الجزء ده عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ احسب درجات الحريه، ودرجات الحريه عباره عن ايه؟ عدد الموتورز اللي انا محتاجها. السؤال هيجي ازاي؟ السؤال هيجي ازاي؟ ممكن يبقى سؤال لك عرف لي الموبيليتي، عرف لي درجات الحريه، هيجي نظره في الامتحان عادي، تمام كده؟ السؤال الثاني هيجيب لك رسمه من الرسومات دي، واقول لك احسب لي عدد الموتور اللي موجوده، مش هقول لك احسب لي درجات الحريه. اقول لك ده هحكي لك قصه كده، هقول لك ده بيعمل كذا كذا كذا، عشان اشرح لك عمله لو انت مش فاهم شكله. واقول لك ده بيتحرك بصوره يدويه. انا عاوز احوله لصوره اوتوماتيكيه، اعملها ازاي؟ تمام؟ من اللي عنده سؤال يا شباب؟ انت بتحسب درجات الحريه صح كده، وعارف الميكانيزم بيتحرك ازاي. انت بقى بتحدد المكان اللي تشغل منه الميكانيزم، فاهم ازاي؟ بتشوف الانبوت والاوتبوت بتاعك، تشوف انت عاوز موتور عند الاوتبوت ولا الانبوت بتاعك، وتحرك ايه الميكانيزم بتاعك، تمام؟ بس مش لازم كل المواتير في مكان واحد، ممكن تبقى متوزعه عادي في اكتر من مكان. معايا؟ طيب ده من البادي بعتبره ارض، حتى لو الفيكل كلها بتتحرك، يعني مثلا عربيه بتتحرك. لا طب واحد يسالني يا دكتور لو طياره هي فين الارض بتاعتها؟ الطياره جسم الطياره هو الارض، اعتبرها واقفه على الارض يا سيدي. انا بدرس حاجه ستاتيك ايكوليبريم، مش بدرس دايناميك، فبعتبرها كان ايه؟ انا بحسب الحركات وهي ثابته، فاعتبرها كانها هي الارض بتاعتها. اي حاجه ثابته متصله بالارض تبقى دي ايه؟ تبقى دي الثابته بتاعتها، تمام؟
على حسب هنشوف دلوقتي في الماثيماتيكال موديلنج، هعتبر الجزء اللي انا اشتغل عليه. ممكن تعتبر العربيه كامله، طب ده سيستم كامل، ممكن تعتبرها اجزاء لوحدها. هنشوف دلوقتي. تمام؟ اللي بيتكلم طيب خليك معايا كده. ندخل بقى يا شباب في الجد شويه. الماثيماتيكال موديلنج اوف ميكانيكال سيستم. خد بالك احنا عندنا انواع كتيره جدا من الموديلنج. في عندنا حاجه اسمها نيوميريكال اناليسيس، في حاجه اسمها ماثيماتيكال اناليسيس. الماثيماتيكال دي يا شباب جايه من كلمه ماثيماتكس، يبقى انا المفروض اعمل معادلات رياضيه. احنا دخلنا بقى في الرياضه. خد بالك الجزء اللي جاي ده كله معتمد على مين؟ عارفين الحاج نيوتن، قانون الثاني نيوتن، مفروض القوه بتساوي الكتله في العجله. كل الجزء اللي جاي معتمد على مين؟ على نيوتن. وفي كمان في عالم اسمه لاجرانج، ده المفروض عامل حاجه اسمها الانرجي ميثود. وفي عنده حاجه اسمها كمان دالينبر ميثود. دي كلها انواع او قوانين او علاقات هناخد هنشتغلها مع الماثيماتيكال موديل. ركز بقى معايا عشان الجزء اللي جاي ده مفروض اول مره تشوفه، مش حاجه انت خدتها قبل كده، لان الكورس بتاعها موجود على قديم بس. انتوا عندكم مش الكورس ده مش موجود عندكم. دي المفروض كان اسمها نظريه ماكينات 2. ده كان كورس كامل، بس الكورس كامل عباره عن ايه؟ عباره عن كله ماثيماتيكال موديلنج، ولكن انواع مختلفه كتيره جدا. احنا بس هنختار ايه اللي احنا محتاجينه في الكورس بتاعنا. ممكن تعتبر الكورس بتاعنا كده كورس ايه؟ كورس كاستمايزد كده، هاند ميد، مظبطينه على حسب مين؟ على حسب الابلكيشن بتاعك. طيب ركز بقى كده معايا ونشوف الماثيماتيكال موديلنج ده انا هشتغل بيه ازاي. اول حاجه لو انت واخد بالك انا بقول الديفينيشن بتاعه، بقول الموديلنج از ا بارت اوف سوليوشن اوف ان انجينيرنج بروبلم ذات ايمز فور بروديوسينج اتس ماثيماتيكال ديسكريبشن. يعني من الاخر كده هيجي لي موديلنج يا شباب، او يجي لي سيستم زي اللي قدامنا ده. ده عباره عن ايه؟ واحد راكب موتوسيكل، تمام؟ هنسيبه في حاله؟ مش هنسيبه في حاله. هناخد الراجل ده بالموتوسيكل بتاعه ونعمل له ايه؟ نعمل له ماثيماتيكال موديلنج. ليه؟ لان الموتوسيكل ده بيتحرك، صح كده؟ يبقى انا عاوز اعمل كنترول عليه. قد يكون الموتوسيكل ده موبايل روبوت، وده خدناه بالتفصيل المحاضره اللي فاتت، موبايل روبوت وانواعه واشكاله، صح كده؟ في عندنا محاضره برده قدام بالتفصيل عن الديزاين بتاعه. طب العجل ده يا شباب هعمل له ماثيماتيكال موديلنج ازاي؟ هتقول له طب انت واجع دماغنا ليه يا دكتور بالكلام ده؟ هقول لك لو انت ما عرفتش تعمل موديلنج مش هتعرف تعمل كنترول على مين؟ على الجسم ده. هتتحكم في العجل ازاي؟ هتدي سيجنال للموتور ازاي؟ هتخليه يتحرك لقدام مسافه قد ايه؟ الكلام ده كله عن طريق مين؟ الايكويشن اوف موشن بتاعه الجزء ده. طيب طبعا ده شكل ممكن يكون معقد لحضراتكم، بس اللي جنبه ده اكيد اعقد منه بكتير، صح كده؟ ده برده ممكن اعمل له ايه؟ ماثيماتيكال موديلنج. طبعا ده مفروض الجزء الامامي بتاع العربيه، الجزء اللي فيه العجل، طنبوره بقى والحاجات اللي ايه بتاعه العجله دي كلها. بس انا عاوز اقول لك ان السيستم الكبير ده هوت ده حته من العربيه. العربيه كامله سيستمز كتيره جدا. مش احنا خدنا في نظريتنا كانت واحد ان الماشين مجموعه من اللينكيجز او مجموعه من الميكانيزمز، وكل ميكانيزم مجموعه من اللينكيجز، وكل لينكيج مجموعه من اللينكات، صح كده؟ يبقى ده عباره عن سيستم في العربيه. العربية كاملة مجموعة كبيرة جدا مربوطين ببعض. طب هنعمل لها موديلنج ازاي؟ هنشوف دلوقتي. طيب ادي العربية يا شباب. قد يكون الموديلنج بتاعنا للتبسيط، فانا هعمله ازاي يا شباب؟ عبارة عن كلها كتلة واحدة متثبتة على سبرينج ومتثبتة على دمبر. متثبتة على سبرينج وعلى دمبر، ليه؟ اعتبر كده الميكانيزم بتاعك او الكتلة بتاعتك دي. تخيل كده لو انت واقف على الارض وفي عربية واقفة على الارض مثلا جنبك كده. مش انت لو زقيتها كده وهي حتى لو واقفة مش هتتحرك معاك، صح كده؟ لو انت جيت على الكبوت كده من قدام او الشنطه من ورا وضغطت عليها هتلاقي ايه؟ بتطلع وتنزل معاك، صح كده؟ ففي عندي ايه؟ زي كانها سبرينج موشن كده، تمام؟ دي المفروض ايه؟ حركه المساعدين بتوعها. فقال لك مفروض اي ميكانيكال سيستم انا ممكن اعبر عن الموشن بتاعته حتى لو في حاله الاستاتيك بتاعته عن طريق مين؟ سبرينج. يبقى السبرينج ده بيديني الفلكسبيليتي بتاعه الحركه. شباب انتوا قاعدين بتبصوا في ايه يا شباب؟ انتوا التلاتة. خد بالك المحاضرة بتتسجل. يعني هتتفضح عالميا، تتحط على اليوتيوب. عيب يا شباب، ماشي؟ احنا رجالة كبار يا شباب. الشباب اللي قاعدين المحاضرة شايفها مرهقة عليك، مش عاوز تحضرها عادي. تمام؟ بس من فضلك خليك منتبه معايا. يبقى عندي يا جماعه السيستم بتاعي، ادي الماسة اهيت، ومفروض اعمل السبرينج ده، ده المفروض اللي بيديني الحركه بتاعتي. طب الدمبر ده عباره عن ايه بقى؟ قال لك ساعات الحركه دي بتكون حركه غير مرضيه، او حركه انا مش عاوزها، غير مرغوب فيها. يبقى انا عاوز اعمل ايه؟ اعمل لها اخماد، صح كده؟ وعندنا علم اسمه الميكانيكال فايبريشن، علم مهم جدا.
لو انت عندك ماشين في المصنع بتاعتك فيها فايبريشن دي مصيبه سودة. تخيل كده عندك مخرطه مثلا في قلم خراطه بيقطع في منتج والمكنه بتتهز، ايه اللي يحصل للسطح بتاعه يا شباب؟ هيبوظ طبعا، صح كده؟ تخيل عندك روبوت بيلحم بيعمل خط لحام، طبعا بتوع اللحام اللي بيحبوا اللحام بيتغزلوا في خطوط اللحام دي، يقول لك ده خط اللحام ده ايه يعني، بص حاجه كده بيتغزل فيه يعمل شارع فيه. الخط ده لو هو الروبوت ايده بتتحرك او بتتهز هيقطع الخط ده، مظبوط يا شباب؟ ما ينفعش كده. فخد بالك الفايبريشن ده حاجه غير مرغوب فيها. فانت بتعمل حاجه اسمها داش بوت او حاجه اسمها دمبر. الدمبر ده عامل ازاي؟ اعتبره كانه عباره عن بيستون في زيت، وفي عباره عن حاجه بتحرك على الزيت ده، وطبعا عشان الزيت ده لزوجته عاليه اللي بيحصل بيعمل اخماد لمين؟ بيكون عندي طاقه مفقوده جوه الزيت ده. طيب يبقى انا اول سيمبل موديلنج للعربيه دي عاملها كلها ماس واحده على مين؟ على سبرينج ودمبر. ده بنسميها ايه؟ 1 ديجري اوف فريدم موديل. بتحرك فين بس؟ بتحرك راسي، صح كده؟ طيب نيجي بعد كده عاوز اصعب الموديل شويه، احوله ازاي يا شباب؟ اخلي العربيه نفسها والفريم ماس لوحدها، صح يا شباب؟ وده مساعدين العربيه هم شايفهم، وده العجل بتاع العربيه اعمله ماس ثانيه. مش العجل ده يا جماعه اصلا هو حاجه فليكسبل بتتحرك على الارض، ممكن اعتبرها كمان كانها عباره عن ايه؟ عباره عن ماس ودمبر برده ثاني. طب ده صح وده صح، الاثنين صح، بس كل واحد في ابلكيشن مختلف. يعني واحد عاوز يعمل سيمبل موديل خلاص اللي فوق يكفي. طب واحد عاوز يبقى عندي فول كنترول وحاجه فيري اكيوريت، يبقى اعمل ايه؟ اشتغل بالتاني. تمام كده؟ خد بالك ان شاء الله في الكورس بتاعنا قدام هناخد الفرق ما بين الاكيوريسي والبريسيجن، الاثنين معناهم الدقه، بس كل واحد فيهم لها معنى مختلف. تمام كده؟ فالحاجات دي كلها هنشوفها برضه. فاحنا عندنا ده اسمه 2 ديجري اوف فريدم موديل. 2 ديجري اوف فريدم ليه يا شباب؟ عشان لو انا ثبت كتله الثانيه بتتحرك عادي، صح كده؟ طب لو سبتهم الاثنين بيتحركوا كل واحده تتحرك في اتجاه مختلف عادي، فده 2 ديجري اوف فريدم. طب خد بالك من حاجه، الديجري اوف فريدم في الحاله دي يا شباب مختلفه عن الحاله بتاعه النص الاول من المحاضره. ليه؟ لو عندي عربيه ماشيه في الشارع وقابلها المطب، ايه المطب اللي هو المنحني الكبير ده، عارفينه عندنا في مصر مطبات انواع، المطب اللي هو اللطيف ده اللي هو ايه بيكون منحني كده كيرفيتشر كبير كده، العربيه بتتحرك عليه يا جماعه ايه اللي بيحصل لها؟ بتلف بزاويه، صح كده؟ الزاويه دي حوالين مين؟ حوالين السنتر اوف ماس بتاع العربيه، وده هنتكلم عليه قدام. يبقى السنتر اوف ماس ده بتلف العربيه حواليه، ده كده روتيشن، يبقى كده درجه حريه واحده. طب افرض بقى قابلنا واحنا ماشيين المطب الكيرفيتشر ده وكان في النص كمان حفره جواه، ايه اللي يحصل للعربيه؟ هتقوم العربيه نازله حركه ترانسليشنال كمان. يبقى العربيه كده لها كام درجه حريه يا شباب؟ درجتين حريه، الاثنين مش معتمدين على بعض، يبقى كده درجتين حريه. طيب يبقى السيستم بتاعي ممكن اعمله درجتين حريه اهو لو كمان عندي هنا رولر مع الارض بيتحرك بالنسبه للارض. طب اللي على السبوره ده يا شباب او السلايد ده يا شباب، هل ده صح وده صح وده صح؟ الثلاثه صح. حتى في الامتحان لو انا بجيب لك بقى مساله شبه دي هنبقى متفقين هنحول السيستم ده ايه؟ ل 2 ديجري او ل 1 ديجري. تمام؟ طيب نيجي مثال تاني، زي مثال زي الروكت ده، زي الصاروخ ده، كان في شباب منكم السنه اللي فاتت بيعملوا جيت انجن وكانوا شغالين في موديل شبه ده. طب الموديل ده حوله ازاي اهو؟ عندي هنا الماس ده اهي، ادي الماس الاولى اهيت، وفي ماس كمان تانية هنا وماس ثالثه، دي اجزاء الصاروخ نفسه، اجزائه ما اعرفش اتحكم فيه. تلاقي مكوك الفضاء طالع وفي اربع خزانات معاه كده، كل واحد بيسيب نفسه بعد مده معينه، ده الكتله بتاعته كده، ده الموديل بتاعي كده، خلاص اهو يبقى انا مجبر عليه لوحده. طيب ما بين كل موديل والتاني او ما بين كل كتله والتانيه في دمبر اهو، لازم اي ميكانيكال سيستم يعمل ايه؟ اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل دمبر وكمان اعمل سبرينج. طب في كمان حاجه ما بينهم، في كمان حاجه ما بينهم، ايه الحاجه اللي ما بينهم دي يا شباب؟ دي بسميها تورشنال سبرينج. عارفين الزمبلك بتاع لعب الاطفال ده؟ التورشنال سبرينج. في عندنا انواع من السبرينجات، في هيليكال، في مفروض اللي هو الكومبريشن سبرينج والاكستنشن سبرينج، وفي كمان الليف سبرينج. عارفين العربيات النقل وهي ماشيه بتلاقي في حاجه عامله زي السوست كده، صح؟ حاجه عامله زي البليتس كده، ده عباره عن سبرينج، ده اسمه ليف سبرينج. تمام؟ ده النوع بقى الرابع اسمه تورشنال سبرينج، ده برضه هنعمل له موديلنج وهنشتغل معاه في المسائل بتاعته. طيب السيستم اللي قدامنا ده يا جماعه ثلاث كتل، كل كتله بتتحرك ترانسليشنال وروتيشنال، يبقى انا عندي كام درجه حريه يا شباب؟ ست درجات حريه، كل كتله لها درجتين حريه منضمين مع بعض يا شباب، عندي ايه؟ يبقى عندي ست درجات حريه. طيب تعال نشوف كده اللي بعدها، تعال نشوف اللي بعدها اهو، عندي هنا مفروض برضو زي
ده عباره عن تربينه. طبعا انا بحاول في الكورس بتاعك اجيب لكم حاجات شبهكم شبه القسم عندنا، صح كده؟ لو انا بشرح الكلام ده في نسيج، كان كورس الديزاين بتاع التربيه كله عباره عن مكن نسيج، حاجات في مكن النسيج، كامات وشافتس في مكن النسيج. فده مفيد جدا عشان تبقى انت عارف السيستمز اللي عندك. طب ده التربينه اللي عندي دي يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن ريش كتيره كده، في بعض التصميمات بيكون ريش كتيره بتلف بالنسبه لبعض. فده اعمل لها موديلنج ازاي؟ اعمل كل ريشه كانها كتله الواحده، بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها روتيشن الواحد، وبرده كل واحده لها ديجري اوف فريدم مختلف عن الثانيه. طيب طبعا انا مش هتكلم قوي عن التورشنال فايبريشن، هيبقى عندي هم عندي ايه بس اللي هو ايه ترانسليشنال فايبريشن او ترانسليشنال موشن. طيب ده الحاج نيوتن اللي احنا كلنا بنحبه، تمام كده؟ احنا كلنا يعني بنحبه قوي. الراجل ده عامل القانون الاول والثاني والثالث، احنا نحتاج بس القانون الثاني اللي كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المفروض عندي علاقه ما بين الفورس والكتله والعجله، صح كده؟ الفورس بتساوي الام في ايه؟ الام في الاي، صح كده؟ فده المفروض بيعبر عن المومنت اوف تشينج بتاع مين؟ بتاع الكتله بتاعتي. طيب تعال نشوف بقى الكتل اللي عندنا او الماس اللي عندنا، الكلام ده بقى نشتغله ازاي؟ ركز بقى كده معايا ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. اول حاجه يا شباب انا عندي طريقتين، في عندي طريقه اسمها طريقه نيوتن، ركز معايا بقى عشان ده مسائل اهي، بدانا في المسائل. في طريقه نيوتن، نيوتن كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان القوه ها بتساوي الكتله في العجل، جميل صح يا شباب؟ كان الويت بتاع الاجسام بيساوي الام في الجي، جميل. طيب ده مفروض لو جسم عندي بيتحرك حركه خطيه مثلا، فعندي قوه بتساوي كتله في العجل. طيب زي مين؟ زي مثلا جسم اهو، كتله اهي هتتحرك مثلا في الاتجاه ده كده، مسافه اكس، مسافه اكس، يبقى القوه بتاعتي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن الكتله في العجله، هو اكس تبقى سرعته كام؟ اكس دوت، صح كده؟ يبقى العجله بتاعته مين؟ اكس دبل دوت اهو، يبقى ده عباره عن ام اكس دبل دوت. طيب لو بتحرك روتيشنال يا شباب، لو عندي حاجه بتلف اهو، بتلف في زاويه سيتا، يبقى انا عندي مفروض سيتا، يبقى السرعه بتاعتها عباره عن ايه؟ سيتا دوت، يبقى العجله عباره عن سيتا دبل دوت. قال لك في الحاله دي بيكون السمشن ده السمشن بتاع الفورس، السمشن بتاع المومنت هنا بيساوي مين؟ بيساوي اي سيتا دبل دوت. ركز معايا، هبني لحد ما اوصل لمساله كبيره. اي ده بنسميها المومنت في انيرشيا. دي مفروض الانيرشيا، ودي حاجه مرتبطه بشكل الجسم وابعاد الجسم، ودي لها قوانين هنشوفها دلوقتي. تمام؟ طيب ده مفروض القانون بتاع نيوتن. فقال لك مفروض اي جسم عندي مع اي كومبوننت متصله بيه هعمل القانون بتاعي عباره عن ايه؟ لا اما ترانسليشنال كتله في عجله، لا اما روتيشنال عباره عن مومنت في انيرشيا مضروب في مين؟ في العجله الزاويه بتاعتي. طيب نيجي بقى الطريقه الثانيه بتاعت الانرجي، طريقه لاجرانج. وخد بالك انا هركز قوي على طريقه نيوتن، ليه؟ لان الانرجي بالنسبه لنا مش مهم قوي، كل اي سيستم يتحرك او اعرف احله بنيوتن، بس مش كله يتحل بمين؟ بالانرجي. فانا عاوز طريقه عامه، تمام كده؟ طب نيجي للانرجي، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان التوتال انرجي ممكن اقول عباره عن الكاينتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. وطبعا في انواع ثانيه من الطاقات، صح كده؟ بس خلينا في دول بس، الباقيين دول بنهملهم. فدي مفروض حاجه كونستانت، حاجه ثابته، يعني مفروض مجموع الطاقات بيساوي حاجه ثابته. طب لو انت فضلت الطاقات دي بالنسبه للزمن هيطلع لك ايه؟ بتساوي صفر، صح كده؟ يبقى كانك بتفاضل الكاينتيك انرجي ها بالنسبه لي المتغير اللي موجود عندي، قد يكون مثلا اكس او سيتا، او قد يكون بالنسبه للزمن اهو، هيطلع ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. الطريقتين دول يا شباب اقدر اطلع منهم مين؟ الايكويشن اوف موشن. طيب انا مش هركز على الانرجي خالص، وبيهمنيش الانرجي خالص، ركز بقى كده معايا على مين؟ على طريقه نيوتن. وتعالى نشوف لو عندي مثال اشتغله بيه ازاي. طبعا عندي مثال اهوت،